بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تجربة الإيميوليتر. في البداية، أنت الفرق بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر. عند المايكرو بروسيسور اللي هو هيكون مربوط داخل نظام بالحاسبات مثلا على المذر بورد، راح يعتبر القلب النابض للنظام، لكن إيش مشكلته؟ أنه ما ممكن يشتغل بوحده، لازم هذا مثل هذا مايكرو بروسيسور اللي عندي لازم أربط معاه أنه روم، رام، مثلا سيريال بورت، كل هذه لازم تكون مربوطة معاه، وهو واحد يتشيب بوحده فقط مايكرو بروسيسور، هذا تجي قطع خارجية لازم تربط معه. بينما المايكرو كنترولر لا، واحد يتشيب كامل بوحده، بداخل هذا التشيب موجود هذه الروم والرام والبورتات وما إلى ذلك. لذلك راح يكون المايكرو كنترولر أو يسمى أيضا مايكرو كمبيوتر متكامل بحد ذاته. المايكرو كنترولر ايش نشتغل؟ راح تكون عندي البرنامج يخزن بينه، البرنامج داخل الميموري الخاصه بينه، هذه البيانات او الانستركشن راح تخزن بينه، راح ناخذ الارثمتيك لوجيك يونت الاي ال يو، وتبدا تفك شفرته وتنفذ الى ان ينتهي البرنامج، او اذا كان بينه لوب راح يستمر. طبعا المايكرو كنترولر حتى يشتغل احتاج اسقط عليه برنامج، هذا البرنامج بعد ما سقطه راح يخزن بالميموري الخاصه بالمايكرو كنترولر. هذه الميموري تاخذ عده اشكال، يا اما تكون روم، مثل ما نعرف انه الروم تجي مصنع من الشركه ما غير قابل للتغيير ابدا، اللي ريد اونلي ميموري غير قابل للتغيير. عندي حد ممكن انا يعني هذه تصنع بالمصنع، البرنامج يسقط بالمصنع. احيانا احتاج انه اليوزر هو نفسه ينفذ البرنامج فيستخدم الايبرو. الايبروم بها انواع، عندي الايبروم اللي مو قابل للمسح، عندي هذه الايبروم اللي هي روم، هذه بها زجاج مثل هكذا كوارتيز، هذا زجاج كوارتيز، هذا من سلط عينه أشعة فوق البنفسجية راح يمسح البرنامج المخزون، ممكن أسقط عينه برنامج آخر، لكن هذا راح يكون غالي جدا لذلك قليل الاستخدام. لكن نوع آخر هو أيضا من الإيبروم، ما يخلوا بين هذا الزجاج حتى يقللون الكلفة، هذا خلونا بداله بلاستيك، بس شنو راح يكون غير، ما راح يكون ريزبل، راح يكون بس فقط بيروم، انه بروجرامبل، لانه يجيني مره واحده يطيق برمجه لي مره واحده فقط. الفائدة والفرق عن الروم، انه الروم بالمصنع هو راح يكون تسقيط البرنامج، بين البي روم لا، اليوزر راح يسقطه بس لمره واحده فقط، اللي يسمى وان تايم بروجرامينج او تي بي. عندي طبعا ايضا ذول الاثنيناتهم غلاي، طورونه استخدموا الالكتريكال الريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري. هذه تعتمد، كنا قلنا مثل ما هي كانت الايبروم تعتمد على اشعه فوق البنفسجيه وزجاج كوارتز، هذه لا، تعتمد على اسقاط تسقيط فولتيات عاليه جدا على الروم حتى نمسح البرنامج القديم او نسقط برنامج جديد. هذه ايضا غاليه، تلجأ الى اخر تقنيات اللي هي التقنيه المعروفه اللي هي الفلاش. الفلاش راح يكون ارخص من الايبروم، الاي اي بروم، وفكرته مشابهه ولكن الفولتيات اللي يستهلكها اقل وسعره ارخص. هذا بالنسبة لأنواع الميموري اللي يخزن عليها البرنامج. طبعا داخل المايكرو كنترولر اكو ايضا الميموري مابت بالنسبة للانبوت اوتبوت، مثل ما نعرف حتى نربط اي انبوت اوتبوت على المايكرو كنترولر راح كل واحد يكون موقع خاص بينه وادرس خاص بينه، هذه موجودة داخل الميموري ماب الخاصة بالمايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر يوجد عدة انواع، اشهرها شركة موتوريلا، اللي ناخذ صورة اطلاع علينا بصورة سريعة اللي هو هذا. هون هذا اكيد ما مطلوب حفظه، بس فقط لازم نعرف انه بينه اربع بورتات، البي 0 والبي 1 والبي 2 والبي 3، كل بورت يخرج منه 8 بت او 8 بنز. طبعا هو المجموع الكلي 40 بنز. عندي اربع بورتات مع البورتات الاضافيه اللي راح ادخل على الكلوك والبي سي سي والجراوند، راح يكون 40. عندي البي 0 يستخدمونه اما كايبوت، او طبعا كلم الاربع بورتات اللي عندي 8 بت، ممكن نستخدمه كانبوت اوت بوت ديفايس او لاغراض اخرى. مثلا عندي البي 0 كود 0، احيانا يستخدمونه اذا الميموري الداخليه من المايكرو كنترولر ما تكفي، يضيفوا له ميموري خارجيه، هذه الميموري ترتبط على البي 0، لذلك نشوف انه يكتبون اي دي راح تكون مالتي بلكس، يعني ادريس وداتا سوا على البي 0. اذا احتاجوا بعد ميموري اكبر، بعد اكثر من 8 بت مثلا 16 بت، راح يستخدمون معانا البي 3 بورت 3، لذلك ايضا بورت 3 بورت 3 نعم عفوا البورت 2 هو اللي ممكن اربط عليه ذاكره اكبر، بحيث انه عندي 16 بت، فعندي الهاي بايت راح اربطه على البورت 2،
راح تكون فقط ادريس، ماكو داتا، ما ملتي بلكس مثل هذا. الهاي بايت اذا عندي 16 بت مثل الميموري، اربط الهاي بايت على البورت 2 واللو بايت اربطه على البورت 1، البورت 0 عفوا. بورت 1 يستخدم لاغراض الانبوت اوتبوت فقط، بورت 3 ممكن نستخدمه لاغراض اخرى. طبعا هذه ممكن نطلع عليها، ما اتوقع اي مصوبه لها فضل. نجي على الايميوليتر، شنو هو الايميوليتر؟ احنا عندنا هذا الكيت موجود في تجربتنا، هذا الايميوليتر، وهوني موجود المايكرو كنترولر. مثل ما قلنا حتى يشتغل المايكرو كنترولر لازم يسقط علينا برنامج. طيب انا كيف اتاكد من صحه عمل البرنامج؟ يعني انا بعد ما اسقط على المايكرو كنترولر ممكن يكون بينه ايرور. فالايميوليتر جهاز مساعد بيحتوي بالضبط داخله نفس هذا المايكرو كنترولر، اسقط علينا عن طريق الحاسبه على الايميوليتر، اسقط البرنامج، ممكن اتبعه خطوه خطوه حتى اعرف البرنامج مالي صحيح او لا. بعد ما سقطنا من الايميوليتر ايضا نطيق البطء على الدائره الخارجيه اللي راح يرتبط معها المايكرو كنترولر. يعني احنا هوني ربطنا على المايكرو كنترولر 7 سيجمنت ديسبلاي والدي تي ام اف ديتكشن. طبعا دي تي ام اف ديتكشن ما راح نستخدمه بهاي التجربه لان اتوقع بها عطل، راح نعتمد فقط على 7 سيجمنت ديسبلاي. فانا مثلا اريد اسقط برنامج على المايكرو كنترولر يعدي 7 سيجمنت ديسبلاي من الصفر للتسعه وبعدين يعدي الحروف اي بي سي دي اي اف. فانا قبل ما اسقط على المايكرو كنترولر سقطه على الايميوليتر، اتاكد من صحته. الايميوليتر اربطه على الدائره الخارجيه اللي راح ارتبط عليها بالاساس المايكرو كنترولر، اتاكد من صحته بالايميوليتر ثم سقطه على المايكرو كنترولر. هذا تجربتنا كلش بسيطه ان شاء الله. ننتقل على البروسيجر. نقول بالبدايه شغل الكمبيوتر عندنا في الحاسبه، فتحنا ملف نوت باد اللي هو عن طريق نيو تكست دوكيمنت. نفتح ملف، احنا سبق ان فتحنا ملف اصلا اللي هو مثلا سميناه نفسي تروبلي. راح نختبر بينه هذا البرنامج. طبعا هذا البرنامج يشبه لغه الاسمبلي، هذه البرنامج خاص ببرمجه المايكرو كنترولر، طبعا ما مطلوبه بس كفكره سريعه عنه. عندي موف، هذه موف يعز موف معروف مثل ما ماخذينه بالمايكرو بروسيسور. البورت 2 بنكتب هاش معناته عندنا نقل له داتا، هذه هاش. اذا اكتب ات لا معناته انا عندي اقول له ات معناته ادريس، راح على فلان ادريس وجيب منه الداتا وخليها في بورتو. بس احنا هاني كلها هاش. طبعا هذا البرنامج فكره سريعه شنو؟ انه كل مثل ما نعرف 7 سيجمنت ديسبلاي كل رقم بينه كود خاص بينه، ف0 هذا الكود ماله، وال1 هذا الكود ماله. وشكل بصوره سريعه يخرج الى كل مره يخرج على البورتو. طبعا المايكرو كنترولر البورتو كان ربطه على 7 سيجمنت ديسبلاي. نفس الوقت الايميوليتر يحمي على نفس المايكرو كنترول الموجود. فعندي بهذا، طبعا هاي البرنامج كله ما مطلوب حفظه ولا مطلوب لغه البرمجه معنا. فانا كل مره بس اخرج الكود حتى عندي 7 سيجمنت ديسبلاي. هذا البرنامج نجي نكتبه في النوت باد مثل ما موجود هون. بعد ما كتبناه وخلصنا ايش نعمل؟ فايل سيف اس. نجي نروح على الكمبيوتر اي مايكرو، سجل اسمه سي مثلا احنا سميناه سي تربل اي دوت اسم، سجل دوت اسم. ما سجلنا سي تريبل اي دوت اسم نفتح الستارت رن، نكتب اس كوماند حتى نفوت على الدوس. كوماند فتنا على الدوس، فتنا على الدوس. هسه لازم نروح على الموقع اللي خزننا بينه البرنامج مالنا اللي هو خزننا نقولنا بالاي الاي. مرات ما يطلع لك مايكرو، اذا ما طلع لك مايكرو لازم تكتب سي دي مايكرو هاش. هذه اذا ما طلع لك المايكرو، هو هون اصلا تلقائيا انت المايكرو فما حيقبله. بعد ما طلعنا هذا المايكرو طبعا برنامج خزناه بصيغه الاسم، هسه لازم نحوله على الهكسا ديسيمال عن طريق هذا الياس. عندي هون convert file from asm to hexadecimal by using command اللي هو s x a 51 c triple e dot asm. هذا هو نفذه، راح يقول لي خلاص نفذ، خلاص حولتونا الى صيغه الهكساديسيمال. هسه اجي البرنامج اسقطه على الايميوليتر لان عن طريق هذا البرنامج الوايس. افتح برنامج الوايس، بعد ما شغلت برنامج الوايس عن طريق الاوبن نفس المكان المخزون بالمايكرو ادور على السي تريبل اي، هذا هو السي تريبل اي وبالصيغه الهكسا افتحه. اوكي
هسه البرنامج صار قدامي، حتى هسه تنفذه خطوة خطوة عن طريق ال step info، عن طريق ال F7. F7 شوف هسه تنفذ هاي خطوة خطوة، شوف هون ال 7 سيجمنت اللي عندنا هذه، كل ما ادوس F7 راح تنفذ خطوة ويبدي يعد. تاكل هاي فوق فيها هنا، اوكي هذه غلط، ننفذه خطوة خطوة ادوس F7. اذا غير ننفذه كله بصورة مباشرة اشرح العمل، عندي run F6 معلش حيصير لانه انا ما خليته ديلي، فهو يقلب على السريع، انا العين العين البشرية ما تلحق علينا، فكتب البرنامج الاخ اللي هو هذا اضاف جملة ديلي حتى ممكن انه تفرق بالديلي بحيث انت تحسس التغير اللي حيصير. هذا برنامج الاخ كتبناه نفس الطريقة هاي C2EE2 عندنا نوت باد ونخزن بينه هذا البرنامج يكتب بينه نفس الفكرة، فقط ضفنا له ديلي. عندنا ترجع تخزنه فسمينا له C3E، ايضا راح على الاي مايكرو C3E اسف نرجع ايضا ستارت ران كوماند عشان نروح على الاي سي، نرجع نفس اللي عاز اس اكس اي 51 سي توبل اي 2 دوت اس، حول على صيغة الهكسة، نرجع على برنامج الوايس نبدأ نفتح البرنامج C3E2 بعد ما ضفنا الديلي راح ننفذ يعني تنفيذ كامل بدون خطوة خطوة، راح نشوف يعرضه بوجود الديلي. الفكرة الأساسية أنه أنا بعد ما تأكدت من صحة البرنامج مالي عن طريق الإيميوليتر ربطونه بالدائره اللي المفروض اربط عليها المايكرو كنترولر، خلاص اصلا برنامج صحيح ما بينه اي مشكله، ممكن اسقطه على المايكرو كنترولر عن طريق ما يعرف البروجرامر. هذا عند تجربتنا، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اكو شغله نحب ننبه عليها، انه يمكن بالفيديو ذكرنا البرنامج ما مطلوب، اتوقع صار مطلوب لذلك راح نضيف بعض الشغلات. طبعا برنامج ان شاء الله سهل، دائما موف احنا رابطين، قلنا مثل ما قلنا في التجربة انه رابطين 7 سيجمنت على البورت 2، لذلك دائما الديستنيشن راح يكون بورت 2. طبعا نفس النوع في از موف بالاسمبلي وموف، من هذا هو الديستنيشن وهذا السورس. هذا الشيء مثل لي، قلنا هذا كل الرقم يمثل لي كود 7 سيجمنت ديسبلاي مكتوب يا مولود كود 01. هذا ايش اللي يحسب عندي 7 سيجمنت نعرف هذه هاي 7 سيجمنت هذه اي بي سي دي E F G صحيح، وعندي البايت الخاص اللي هنخرجه هذا التسلسل A B C D E F G هذه ساين إشارة، هاي الإشارة هذول كلهم راح يكونون أكتيف لو، يعني إذا أريد أفعل وحدي طبعا واحد من الدات الموجودين أخلي تحت صفر. هسه مثلا زيرو، ايش عندي زيرو؟ راح يشتغلون كلهم ما عدا الجي، معناته كلهم صفارة ما عدا الجي راح يكون واحد، اوكي؟ فلذلك راح يكون ايش الكود؟ راح يكون واحد صفر بالنهاية، هذا دائما الساين ناخذه صفر، فلذلك الكود مال زيرو، كود مال زيرو ايش يساوي لنا؟ صفر اكس صفر اثنين، شوفوني صفر اكس صفر اثنين بالهكسة. مثلا اذا نريد حرف اف، حرف اف راح يشتغل هذا وهذا هذا وهذا، معناته شنو؟ معناته الاي والبي والسي واحد، الاي والبي
والسي، لأنه اللي يشتغلون يكونوا أصفار. فهذه صفر 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 صفر، هذه الكود مال اف ساينة صفر اكس، هذه ايش هي؟ تطلع اي اي زيرو بالهكسا. هيك يجي الكود مال اف اي زيرو بالهكسا. فانا يجي مثلا ممكن يجيب لي بالامتحان نعرض غير حرف، مثلا حرف اس، حرف اس راح يكونوا كلهم يشتغلون عدل اي اي بي سي والدي. فالاي بس الاي والدي راح يكونون واحدات، هاي الاي والدي، فراح تكون صفر صفر اكس 90 بالهكسا. فحسب ما راح يطلب مني البرنامج ممكن انا اعرض له الشيء المناسب على 7 سيجمنت ديسبلاي. والاعاد سهل كلش، بس مو في للفي 2، قلنا هذه الهاش تدل على انه هاي داتا، واذا كتبنا ات معناته ادريس، واحنا ما راح نتعامل مع ادريسات لان هو كده ثابت ما يتغير. فلذلك بس تعرفون هذه عشان عشان تبرمجوها، هاي تحت تنحفظ، وهذا البايت ينحفظ. اي كود اي حرف او اي رقم ممكن يطلعونه بهاي الطريقه. اللي عايز هذا نو نو اوبريشن، بس يعمل لي شويه ديلي حتى من اقلب بالتنفيذ ممكن العين البشريه تتحسس. هذا اول برنامج. ثاني برنامج قلنا نفس الفكره بس بينو ديلي، هذا النوب. النوب ديلي ماله كلش قليل، ما تلحق العين تتحسسه. نضيف له برنامج، نضيف له ديلي بحيث العين ممكن تتحسسه، اللي هو هذا البرنامج ممكن ينحفظ سهل ما بينه شيء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.